السيدة الجليلة والدة مولانا حضرة صاحب الجلالة السلطان قابوس بن سعيد المعظم عليها رحمة الله ورضوانه إلى مثواها الأخير بمدينة طاقة بمحافظة ظفار. وكان في مقدمة المشيعين عدد من أصحاب السمو أفراد الأسرة المالكة الكريمة، وعدد من أصحاب المعالي الوزراء والمستشارين، وعدد من كبار قادة وضباط قوات السلطان المسلحة وشرطة عمان السلطانية، والوجهاء والأعيان والشيوخ.